شكرا يا هالخط الدفاع الاول، شكرا من اصغر فرد للمجموعه، والشكر للي في البلاد مخول، ابو خالد اللي كلمته مسموعه. من نبض الامارات وبصوت الامل تتغنى شواطئ ابو ظبي وتنثر قصايدها بازهى الالحان، وتهديكم كل التحايا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قناة الإمارات وقناة بينونة مباشرة على الهواء في ثاني أمسيات المرحلة الثانية من رحلة التنافس على اللقب الأول والأغلى والأضخم من نوعه المتخصص في فن المنكوس. قصة الليلة تحمل بين صفحاتها أحلام النجوم، تحدياتهم وأبياتهم اللي بيجرونها على المنكوس. نقول لهم فالكم التوفيق، ونقول لكم فالكم إبداع، ولكل الجماهير اللي مشتاقة تتواجد معنا في مسرح شاطئ الراحة وتعيش لحظات التنافس مع النجوم، تسعدنا متابعتكم عبر التلفزيون أو عن طريق تطبيق المنكوس، حفاظاً على سلامة الجميع وتطبيقاً لكل الإجراءات الاحترازية ودعماً لجهود خط الدفاع الأول اللي نتوجه لهم بالشكر والتقدير. وهالوقت بيمضي بإذن الله وبالصبر والتكاتف. أمسيتنا نبتديها مع شخصيات اكتبت عنوان الرحلة بين سطور الفكر والتقييم والبحث عن الأجمل. رحبوا معاي بأعضاء لجنة تحكيم برنامج المنكوس، الأستاذ محمد بن مشيط المري، الأستاذ شايع العيافي، الدكتور حمود الجلوي. حياكم الله وبالتوفيق إن شاء الله في أمسية الليلة. في الأسبوع الماضي كانت الأمسية نارية بكل تفاصيلها، وارتوينا من دفى الكلمات وتميز الأصوات مع انطلاقة المرحلة الثانية، والكلمة الأخيرة كانت لهادي بالربعة من الكويت ومسعود بن شعفول من السعودية اللي تمكنوا من خطف بطاقة اللجنة وحجزوا مقاعدهم في محطة الربع النهائي من مضمار المنافسة. نتابع هذا الملخص للأمسية السابقة. من وطن زايد لدار الكويت أرض الصباح، كل عام وانتي بخير وأمان وهنا، التهاني تسبق الطير خفاق الجناح، عيدنا عيد لكم عيدكم عيد لنا. المتأهل الأول الليلة هو ناصر المنصوري من الإمارات. بيض الله وجيهكم اللي كل من صوت وكل من دعم ناصر بن هادي، وأسأل الله أن يجملني في عيونكم. النجم الثاني اللي بينضم لناصر سالم ناصر آل سالم من الكويت. بيض الله وجه كل من صوت لسالم، وبإذن الله تنتظرون منا الإبداع أكثر وأكثر. رحلة جديدة يرسم عذوبتها فرسان الصوت والكلمة العذبة. الحلقة هذه صعبة جدا، والكل عارف انها صعبة. اوعدهم اني اقدم الشيء الكبير وكل طاقتي اقدمها الليلة ان شاء الله، والتوفيق باذن الله. اول نجوم رحلة الليلة وصل لهذه المرحلة بتصويت الجمهور من السعودية صالح حسين الهمامي. ما قدمت الشيء اللي يرضي نفسك قبل لا يرضي اللجنة والجمهور. والله ماني مبسوط من ادائي لاني ما قدمت اداء اللي يستحق اني اطلع من اكون مبسوط. هيان مبارك المنصوري من الامارات ثاني نجوم الامسية. رايحين نتجهز لمرحلة 12. ضبط اللحية ونشرب كوفي. نهيان صوته جميل، طول النفس، قوة الصوت، بيض الله وجهك نهيان. تهادي بالربعة من الكويت ثالث نجوم رحلة الليلة. أكثر شخص والله صدمني رحيله فيصل المداري أبو محمد، له وحشة، والربع الباقي والله هم غاليين. الحقيقة أنا ما أخفي شعوري الليلة بالسعادة هذه أنك استفدت من المرحلة اللي فاتت. بإذن الله أن اللجنة هالليلة راح تختارني تعطيني الكرت الذهبي. مسعود بن شعفول من السعودية. بالفعل أقنعني، حضورك الليلة امتداد لحضورك في المرحلة الأولى. كل مرحلة يروح الارتباك فيها، بس ما يروح الارتباك كامل، جزئياً. خلف بخيت بن حفيظ المزروعي من الإمارات، خامس نجوم الليلة. حسيت عليه أنه يكون نوع من التعب او الارهاق. محمد العامر من الكويت. الحمد لله رب العالمين، مستعدين للمرحله الثانيه.
لحن أتقنه محمد، ومحمد أنا ما أستغرب عليه الأداء الجميل صراحة. أول المتأهلين الليلة مسعود بن شعفول من السعودية، ألف ألف مبروك وفالك النهائي إن شاء الله. الله يبارك فيكم جميع، والفوز أهديه للوالد وللوالدة والجميع جمهور مسعود بن شعفول. المتأهل الثاني اللي اخترته لجنة التحكيم هادي بالربعة من الكويت، ألف ألف مبروك. الفوز هذا أهديه للوالد، جماعتي وإخواني والوالدتي طبعاً. أقول هقيت فيني وهقيت فيني وجبت الهقوة. أربع نجوم تبقوا من الأمسية الماضية، عاشوا القلق والترقب طوال أسبوع وفي انتظار قرار الجماهير. نرحب فيهم على المسرح. صالح حسين الهمامي من السعودية، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، خلف بخيت بن حفيظ المزروعي من الإمارات، محمد العامر من الكويت. حياكم الله. صالح يسعد مساك، كيف شفت تفاعل الجمهور معك؟ والله تفاعل طيب إن شاء الله، وإذا الله كتب وتأهلت خير بركة، وما تأهلت وصولنا لهالمكان وهالمرحلة هي يعتبر شيء كبير. شكرا لك. انهيان صوتك وشخصيتك تعكس ثقتك بنفسك، وهذا اللي قاله الأستاذ شايع العيافي، وش رأيك؟ الحمد لله، إن شاء الله أني على قد ثقة اللجنة، ووصول الإنسان إلى مسرح شاطئ الراحة المرحلة هذه بحد نفسها ثقة في النفس. الله يكتب لي فيه خير إن شاء الله. يعطيك العافية. خلف، تتوقع بيرق المنكوس يظل في الإمارات هذا الموسم؟ والله أخواني المشاركين ما يستهان فيهم، والله يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله. وأنا عندي أبيات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وأتمنى أن توصله الرسالة من منبر شاطئ الراحة. يا وطننا عشت في عز ومهاب، فلا من والعز والخير الوفور، ويعلنا ما نعيش من فقدك أغراب، ويعل مجدك عامر طول العصور، عايشين في رخاء والكيف طاب، وشاعمين النار وندق النجور، الرخاء والأمن فيك بكل باب، والعبث والطيش والظلم محضور، الرخاء والأمن فيك بكل باب، والعبث والطيش والظلم محضور، رمزك اللي كاسر مثل العقاب، يرتفع في الحوم ما صاب فتور، يكحل عيون العدا بين الهداب لين تصبح عقب زين الشوف عور، يكحل عيون العدا بين الهداب لين تصبح عقب زين الشوف عور، للمعادي شهر حربة دياب، حطها بين الحناجر والنحور، ذاك ابو خالد ولد سمح الجناب، زايد اللي مد للطيب الجسور، ذاك ابو خالد ولد سمح الجناب، زايد اللي مد للطيب الجسور، من لحقه بسوله عيشه مطاب، ويعلها الله من ثبور في ثبور، ويعلها الله من ثبور في ثبور. صح لسانك. محمد، أستاذ محمد بن مشيط قال إنك متمكن جداً، تتوقع إن هذا التمكن بأهلك الليلة؟ أول شيء هذه شهادة من أبو حمد نعتز بها ونفتخر بها، وإن كان تأهلنا الليلة يبشر ابنا عند ظنه وفوق ظنه إن شاء الله. شكراً لك وفالكم التوفيق إن شاء الله. مقعدين من أصل ثمانية تم حجزهم في الدور الربع نهائي من المسابقة حتى هذه اللحظة، القرار كان بيدكم عن طريق التصويت ودعم مسار نجومكم المفضلين. اثنين من الأربعة المتبقين بينضمون لزملائهم ويستكملون صياغة أمنياتهم في حكاية المنكوس للموسم الثاني. كل نجم منهم يمثل طموحات جماهيره ويتمنى استمرار صوته لجل يعانق قلوب محبينه ويحصد اللقب الغالي فارس المنكوس. اللحظات صعبة
ودقات القلوب تتسارع، وأكيد ما ودنا نطول عليكم أكثر. المتأهل بأعلى نتيجة وهي مجموع درجات اللجنة مع تصويت الجمهور. المتأهل الأول صالح حسين الهمامي من السعودية، ألف ألف مبروك وإن شاء الله فالك التوفيق. ما زال في فرصة ثانية واسم آخر بيحجز مقعده مع كوكبة نجوم الربع نهائي وبينافس من جديد على مسرح الحلم، وأكيد بينسج إحساسه وألحانه وذكرياته في دروب المنكوس وبيفرح أهله ومتابعينه وكل جماهيره. المتأهل الأول مو الثاني، صالح المتأهل الثاني، والمعذرة على يعني الاستعجال. المتأهل اللي بيكون الأول صالح المتأهل الثاني، وفرحناك يا صالح وسبقنا يعني بصوتك. المتأهل الثاني المتبقي معانا واللي حصل على أعلى نسبة تصويت، أعلى نسبة تصويت من قبل المتابعين، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات، ألف ألف مبروك وفالك النهائي إن شاء الله وبالتوفيق. وكل نجومنا اللي بيغادرونا الليلة نقول لكم بيض الله وجهكم وما قصرتوا، وأكيد تركتوا بصمة في قلوب محبين المنكوس. نتابع معاكم النتائج النهائية على الشاشة. حصل نهيان مبارك المنصوري من الإمارات على 91%. حصل صالح حسين الهمامي من السعودية على 49%. وحصل محمد العامر من الكويت على 48%. وخلف بخيت آل حفيظ المزروعي من الإمارات حصل على 46%. تعرفنا على هوية المتأهلين الأربعة للمحطة الجاية، باقي 4 مقاعد من أصل 8 بيتم حجزها من قبل المتأهلين من نجوم الليلة. الكل متحمس لانطلاق الثاني أمسيات المرحلة الثانية، والنجوم مستعدين للوقوف أمام الميكروفون مع مشاركاتهم وأكيد إشباع ذائقة جماهيرهم بالكلمة والصوت واللحن. أجمل لحظاتهم من المرحلة الأولى في هذا التقرير. خامة صوتك عليها من الجمال اللي ما شاء الله عليها. سالم ناصر آل سالم من الكويت، ألف ألف مبروك وفالك النهائي إن شاء الله. وأبهرتني صراحة، أقول يعني معك صادق، كان أدائك جدا جميل. سعود بن جابر الجوزة من السعودية. وعدتني ان شاء الله انك تقدم الافضل وقدمت الافضل. احمد زايد بو حميد المزروعي من الامارات. انا البارحه ابدعت يا سعود، طول عمرك وراهمت عليك والحمد لله انك قد الرهن. سعود سالم آل طينان من الكويت. صوتك يعني صراحة فيه نوع من التفوق اليوم. عبد الله فهد الصخابرة من السعودية. على الليل جمال صوتك يعني طبعا ما يختلف عليه اثنين. ناصر المنصوري من الإمارات. نرحب بالنجوم الستة في رحلة ثانية أمسيات المرحلة الثانية معانا على المسرح. سالم ناصر آل سالم من الكويت.
سعود بن جابر الجوزة من السعودية، أحمد زايد بحميد المزروعي من الإمارات، سعود سالم الطينان من الكويت، عبد الله فهد الصخابرة من السعودية، ناصر هادي المنصوري من الإمارات. حياكم الله وبالتوفيق الليلة. يقولون مشوار الألف ميل يبتدي بخطوة، والمشوار البيرق المنكوس فيه تحديات كثيرة ومحطات مختلفة، وأكيد الخطوات لازم تكون مدروسة ويتم الاستفادة من تعليقات اللجنة. نسمع معاكم اللحن اللي بيتنافس على أداء نجوم الليلة، وهو بصوت عضو لجنة التحكيم الأستاذ شايع العيافي. تلي قلبي من عراويه يا عبد الغني، تلي دلوين من عراويه عود صوب موه يوم طاروت بالجنة يا ابو فارس، وان شاء الله فالكم التوفيق نجومنا الليله. سالم ناصر سعود بن جابر واحمد بن زايد بيخطفون الصفحه الاولى من انطلاقه هالامسيه، فهل بيكونون قد التحدي؟ الاجابه بعد الفاصل. المنكوس يا زين صوتك. من بوظبي صرح الله مستحيل، نجدد لقائنا فيكم مشاهدينا ومتابعينا مباشرة على الهواء عبر قناة الإمارات وقناة بينونة في ختام أمسيات المرحلة الثانية لأول وأضخم مسابقة لفن المنكوس في نسختها الثانية. أول نجوم الليلة بين مزون الماضي وسحايب الحاضر يغرد بصوته أمل ودفى وأغنيات، وصل لهذه المرحلة بتصويت الجمهور، والليلة شعاره الثقة. سالم ناصر آل سالم من الكويت. صراحة شعوري لحظة طلوعي على مسرح شاطئ الراحة شعور غريب، ما بين رهبة مسرح وتوتر وضغوطات اجتمعت خلال أدائي في المرحلة الأولى، لكن بإذن الله راح أقدم ما هو يكون أفضل في المرحلة القادمة بإذن الله. لما تشيل المكوس وانت على المسرح مو نفس لما تشيل المكوس وانت مع ربعك ولا أخوانك ولا عيال عمك، في فرق كبير، لأن قدامك لجنة والله يعطيهم العافية يكون في شوي توتر من صوبهم. يعني أسبوع انتظار التصويت صراحة كان أسبوع صعب جدا، مليء بالتوتر والقلق، كان أسبوع جدا صعب، لكن الحمد لله عدت على خير، وهذا بفضل الله ثم الجمهور. ما أقدر أوصف لهم كمية السعادة اللي وصلوا لي إياها لهالمرحلة، وبإذن الله أن أمسهم في المراحل الجاية. بعد ما طلعت من حلقتي اكتشفت أني أديت أداء مو أدائي، وأول ما طلعت من الحلقة صراحة استفدت من لجنة التحكيم وعدلت من الأخطاء، وأوعدكم بإذن الله بأداء أفضل وأفضل. حاب أوجه لكل محبين ومستمعين سالم بن ناصر
اني راح اقدم لكم افضل اداء في الحلقه القادمه باذن الله، وبتشوفون شيء ينومسكم ويبيض وجيهكم. واعيد واكرر، بيض الله وجيهكم، ولولا الله ثم انتم ما كان شفتوني في المرحله هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم وكل خير. مسي على أعضاء اللجنة، مسي على الجمهور من خلف الشاشات. بسم الله. تهيضنا يا الورقة إلى من بدعت بالنوح، وعيني تهل الدام على وحيتها ناحت. أنا والله النيا تناساها نفسي عقب فرقاه ونفسي عقب فرقاه لا شك مرتاحات. يراودني التفكير وين رحت وين اروح، مكانها داب عيني وصورتها ما طاحت. صحيح المفارق صعب لكن به مصلوح، ولو كانت دموعي على عارضي ساحة. صح صوتك يا سالم. مستعد تسمع تقييم لجنة التحكيم؟ البداية مع الأستاذ شايع، تفضل. أبو ناصر الله يمسيك بالخير. مساك بالنور يا مرحب. يعطيك العافية. الله يعافيك. ودك تسمعنا شيء قبل نتكلم؟ أي نعم. نبغى نسمع شيء يطربنا. أبشر. دوروا لطيب ما عينوه الطيبين، طيب القصيد الزين بادوره وعينه. سلام. القصيد الزين بادوره وعينه، أنا خرجت جارب وتلميذ السنين، والله ما عينتها بارده ومزينه، والله ما عينتها بارده ومزينه. سلامتكم. قسال لبيك. يعطيك العافية أبو ناصر. الله يعافيك. سالم، المتابع لأداءك الليلة يدري أن صوت سالم عنده طاقات كثيرة وأنه يقدر يؤدي أداءات يعني تكسب رضا الجميع. وهدوءك الليلة ممتاز جدا، وتفرغك لأدائك كان ممتاز، لكن اللحن ما كان لحن منكوس. اللحن اللي جبته هجيني، وإن قيمتك على اللحن أهملت في جانب جوانب التقييم، وجاوبتك على الصوت يعني وتركت الصوت صعب. لازم اني اقيمك على صوتك، لان صوتك كان جميل بكل ما تعنيه الكلمه. وحنا كنا نبحث من اول الحلقات على الاداء الهادي والتفرغ الاداء الجميل واديته اليوم. ربما اللحن
ما قدرت تطبق التطبيق اللي احنا نبغاه، وحتى المنكوس خرجت المنكوس. احنا يمكن نقبل حتى يكون لحن قريب من اللحن ويكون بس في اطار المنكوس، لكن اللحن اللي اديته اليوم كان لحن هجيني. ما يمنع يا سالم جمالك وجمال صوتك وادائك المتفرد واجمل من ادائك اللي اديته، حتى الشله اللي شليتها بعد هذه اطربتنا. يعطيك العافيه ابو ناصر، وتبقى من الاسماء الجميله. الله يعافيك. اتمنى الجميع الملاحظات اللي اخذتها سواء مني او من اخواني انها تكون في الذاكره. صحيح. تاكد في 100% انها راح توجه التوجيه الصحيح، وراح نلقاك ان شاء الله باذن الله ابو سالم سواء في برنامج هذا او في خارج البرنامج من الاسماء الواعده اللي تستاهل ويتابعها. يعطيك العافيه. يا رب يطول عمرك ويبارك. شكرا لك استاذ شايع، وفالك التوفيق ان شاء الله يا سالم. استاذ محمد، هل اقنعك اداء سالم الليله؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم وعلى الحاضرين وعلى المشاركين وعلى المشاهدين، وأبارك للإخوان اللي تأهلوا بالتصويت والإخوان اللي طلعوا. صراحة خسارة طلوعهم، خسارة، ولكن هذه آلية البرنامج، نقول إنهم وصولهم إلى مسرح شاطئ الراحة هذا إنجاز لهم. أما بالنسبة لسالم، سالم جميل بكل حالاته، الصوت والحضور والأداء، أرحم والديك، ولكن اللحن، بما أنك في مسابقة، في إتقان اللحن شيء أساسي. وصيناكم يا سالم أكثر من مرة، يعني أنا قيمتك كلها صح ما عدا إتقان اللحن، لا جمال الصوت ولا الأداء ولا النفس ولا الصوت، ولكن وصيناكم أكثر من مرة في حفظ الأبيات والتدريب على اللحن. يعني لو تابعت أدائك في تسجيل الحلقة بتحصل أنك تكسر في بعض الأبيات لأنك ما حفظت الأبيات ولا تدربت عليها أكثر من مرة. فاللحن، لحن المنكوس، لو جبت لحن المنكوس حتى لو انك جبتها طعمك نص الاداء نص الاتقان، عطيناك على اداء اللحن، لكن بنقيمك على جميع جمال صوتك وادائك، وانت جميل في كل حالاتك يا سالم. يا مال القناه، طول عمرك يا محمد. وهذه الملاحظات نتمنى انها ما تكون انتقاد لك، انت حضورك وادائك فوق التقييم، ولكن هذه اليه التحكيم، واتمنى لك التوفيق يا سالم. شكرا لك استاذ محمد، الكلمه لك دكتور حمود. صح صوتك يا سالم. صح الله بدنك. ويعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا تكلموا الاخوان بخصوص اللحن، فعلا اللحن كان خارج المنكوس، يعني ما كان اللحن المطلوب ولا قريب من اللحن المطلوب. هذا الكلام انا الناحيه هذه ما ودي اتكلم فيها، لكن سالم اليوم انت كاداء اديت شيء جميل، كنت قاعد توظف احساسك فعلا في بعض الجمل. لاحظت سالم استخدام العرب، لا جميل اليوم سالم موجود، احساسه موجود، لكن في حتى المدود، يعني قاعد تستخدم المدود باللحن مثلا في اماكنها، لكن النهايات كانت قصيره جدا. بعض الاماكن لا ارتبك فيها الصوت. اللحن ارجع عليه، ما كان هذاك اللحن الصعب اللي ما يحفظ، يعني اللحن كان جدا سهل. سالم إن شاء الله إذا الله كتب بإذن الله لك ظهور معنا على المراحل القادمة، أتمنى أن تأخذ النصائح اللي قلتها واللي قالوها الأخوان بعين الاعتبار. أكثر من مرة تكلمنا تدربوا على اللحن، على اللحن، لحن، لكن ما أدري أنا، أنتم إذا وصلتوا عند الميكروفون ممكن يصير نوع من الارتباك، لكن سالم أنت تعرف أني أنا جدا دائما أثني عليك وعلى مستواك وعلى صوتك، وأنت جميل بكل الحالات، وعسى ربي يعطيك العافية. كل الشكر لكم لجنتنا الكريمة، وفالك التوفيق إن شاء الله يا سالم. ثاني نجوم الأمسية، عزف إحساسه على أوتار التراث وحلق بصوته لأجمل مدى. وصوله لهذه المرحلة كان بقرار لجنة التحكيم، والليلة شعاره التحدي. من السعودية سعود بن جابر الجوزة. الاسم سعود جابر الجوزة المري. خلال انتظار إعلان النتائج، يعني الصراحة كان عندي إحساس أني بتأهل، التوتر لابد موجود، لكن أنا أديت وصار عندي ارتباك شوي، لكن عدلت الخطأ وصار من صالحي. لحظة الإعلان يعني شعور لا يوصف، هذا أول شيء. وثاني شيء، أول واحد تذكرته على طول اللي هو الوالد الله يطول عمره. تمنيت أن يكون وقت اللحظة دي أنه موجود جالس في شاطئ الراحة. يا
يعني لابد أي واحد يطلع في شاطئ الراحة ويكسب جمهور ويتأهل من اللجنة أكيد أنه يطمح للمزيد. نعم شاهدت حلقتي السابقة فاستفدت يعني من الأخطاء اللي صارت يعني، وأنا ما أقول أنها أخطاء يعني، هذا من الارتباك مثلا قوة النفس وقوة الصوت يعني، هذه لابد أن كل واحد يستفيد منها من كل حلقة تطوف عشان ينتبه في الحلقة القادمة. الرسالة للجمهور نقول إن شاء الله نحن عند حسن الظن، والله يوفقنا وإياهم كل علم طيب، والقبول عند الله وعند خلقه على وجهه. لكن يعلم الله ما اتقى من نظر عيني، أنا بخيسه واليوم كاني غشي من أمر عيب ورمين وراء الناس الأقصيني، تذكرت يوم أقبل علي والخاج المغوي يصلح خطاه ولا طرى له يحكيني، خذتني الحسايف ليه ما قلت له وش في مع الصد والغربة بهجره يجازيني. صح صوتك يا سعود، بنتعرف معاك على آراء لجنة التحكيم، والبداية مع الأستاذ محمد، إيش اللي يميز أداء سعود الليلة؟ مرحبا يا سعود. تبقى الله يمسيك بالخير. سنور يا مرحبا. صح صوتك. صح بدنك سعود، أداءك طيب للحن، أقدر أعطيك 70% أنك أتقنت اللحن. طول عمرك. ولكن جمال الصوت، طريقة الأداء والنفس وتفاعلك مع النص اللي أشكرك على اختياره. طول عمرك. أبيات فيها من السجن الشيء الجميل. سعود، بداية دخولك استعجالك كان حرص منك على أنك تصيد اللحن. نعم صحيح. ولكن في البيت الثاني تفاعلت مع اللحن وعرفت مفاصل اللحن. صحيح. وودي تسمعني شيء غير المنكوس. أبشر. هذه طارق عند هالمرات يسمونها التغرودة، وأنا دائما أغنيه علشان أقيمك بعد التغرودة. شرب سعادك. يلا. أنا ليا مرت مرار سلم على بيبان، خلي سلم على بيبان، خلي سافر وبدل داره بدار، وابعد محله عن محلي، وابعد محله عن محلي. سلامتكم. صح صوتك يا سعود. صح صوتك. جميل في كل حالاتك يا سعود. طول عمرك ابو حمد. شكرا لك استاذ محمد، والكلمه لك الدكتور حمود. صح صوتك يا سعود. يا مرحبا. الحمد لله على السلامه. يسلمك ربي يخليك يا سعود. طبعا سعود، فعلا اللحن اجت بنسبه، ما كنت مجيد للحن مثل ما
توقعنا ممكن فلت منك اللحن في بعض الأبيات، ولكن بشكل عام السعود مبين يعني قاعد يلعب على المنكوس الصح، خصوصا في مسألة المدود، في مسألة التحرك. صوتك جميل يا سعود، لكن السعود أنا صراحة يعني أنا اليوم بحثت عن السعود الجوز اللي أعرفه. السعود اليوم كان ثابت المستوى، البيت الأول، الثاني، الثالث. توقعت السعود يتحرك أكثر، أو أجد السعود أكثر في مسألة إضافة العرب، إضافة إحساسه. جميل، أنا ما أقول لك أنت مو جميل، لكن أنا توقعت اليوم سعود راح يقدم أكثر من هالأشياء هذا. حنا كان كثرنا العرب، بس أنت تقول كثرة العرب. لا 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 لا، لا أشوف سعود العرب لها أماكن، صحيح، والمدود لها أماكن. حنا المنكوس بشكل عام عندي مدين، مد مفصلي ومد نهائي، صحيح، هذول الأساسيين. التحرك في ما بين التفعيلة الأولى وما بين التفعيلة الثالثة هني أنت طلق فيه، ولكن المدود ما بين التفعيلة الثانية والتفعيلة الرابعة هذا المنكوس بشكل مختصر، عندي مد مفصلي ومد نهائي. لكن أنا أتكلم كلحن ممكن، لكن أنا تكلمت الإبداع مجال يقدر ينطلق فيه أي لاعب للمنكوس. أنا اليوم سعود، أنا عارف مستوى سعود، أنا متأكد أن سعود إنسان جميل جدا، وجربناه وسمعنا حنا المراحل السابقة، لكن سعود اليوم قال محمد دخل مستعجل يبي يمسك اللحن، مسكت جزء من اللحن وجزء كبير، ما نقول جزء، لكن سعود الأداء ثابت. أنا اللي أشوفه، أنا ذائقتي هذه، الأداء ثابت سعود. تمنيت منك تحركت أكثر، وحنا مثل ما قلت لك مسألة أن اللحن جميل، مسألة أن الصوت جميل، مسألة طول النفس، هذه أمور تجب أن تتوفر في أي منشد ممكن يقف على المنكوس. لكن أين شخصية المنشد؟ هني هذا اللي إحنا نبحث عن الابتكار، نبحث عن الإبداع، نبحث عن التميز. هذه الأمور الثلاثة اللي نبحث فيها، خصوصا إحنا بدأنا ندخل مرحلة المتقدمة. خلاص إحنا كل مرحلة، يعني لما نختار سعود للمرحلة الثالثة معناه سعود خلاص بدأوا الصفوة، ولكسورا بالباقين، ولكن صحيح. شنو الصفوة بدأوا. لذلك أنا سعود جميل كنت، وصوتك جميل، النفس أديت المنكوس بما هو، لكن الملاحظات اللي قلت لك إياها هذه النقطة وجهة نظري فيها، وعسى ربي إن شاء الله نشوفك بإذن الله، ونشوفك إن شاء الله المرحلة الجاية، ونشوف ملاحظاتنا هذه تأخذها بعين الاعتبار، ويصح صوتك مرة ثانية. شكرا لك دكتور حمود. الأستاذ شاعر تفضل. سعود الله يمسك بالخير. مرحبا ومسهلا ابو فارس. انا بختصر الكلام كله وبقول لك ما اقنعتني مره يا سعود، قياسا بظني اللي ظنيته فيك. اتوقعت انك من افضل من بيؤدي اللحن لعده اعتبارات. نعم، ما في انضباطيه مره في اللحن، دخلت اول بيت، وهذا دائما ناخذه بالحسبان. الشخص اللي يفكر في اللحن خاف يطلع منه، ناخذه بالحسبان ربما يلخبط في البيت، وفعلا استدركت في البيت الثاني ومشت امورك. البيت الاخير فيه سرعه، ارجع لها، شوف تسمعها بعد الحلقه ان شاء الله، فيه استعجال. سعود حنا نقيمك بناء على التوقعات اللي توقعناها فيك، مو معناته كلام الربع اللي قالوه هذولا مو معناته انك كنت سيء. لا داري، خذ راحتك مره. كنا نتوقع منك افضل من كذا. على كل حال انضباطيه ما كان عندك في اللحن، دخولك كان ركيك، كنت تدور اللحن، مع ان كان عندكم فتره طويله تقدر تطبق اللحن، واللحن على فكره ترى من 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 الالحان الدارجه والموجوده، ما كان فيه ما اعتقد انه مشكله كبيره. على كل حال سعود الان مثل ما قالوا اخواني تراصت الكتوف، صحيح، الحين ما عاد في مجال للتفريط، خلاص ما فيه، في تدخل بقوه بثقه بناء على ما اكتسبته خلال الحلقات اللي فاتت، تلقى لك مطه قدم في 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 في, في المسابقه كذا اكثر، يعني بتفرط لو في حاجه بسيطه ما راح تلقى سعود في اللي توقعه ويتمنى. على كل حال سعود ارجو ان شاء الله ان الله كتب لك معنا دخول، انك تعمل حسابك صح، لان اليوم فرطت يا سعود، فرطت. كان والله صراحه كنت اتوقع انك بتجيب شيء جميل. لك بالتوفيق ان شاء الله، وما فات شيء ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك العافيه سعود. شكرا لكم لجنتنا الكريمه، وفالك التوفيق ان شاء الله يا سعود. ثالث نجوم الليله يعشق الموروث، وبصوته وحضوره يعانق ذكرى الأجداد، يتواجد في هذه المحطة بتصويت الجمهور، والليلة شعاره المجازفة. من الإمارات أحمد زايد بوحميد المزروعي. أه
لما دخلت المسرح كان يعني الإحساس فرح ومع توتر، وكان يعني مستانس أول مرة أطلع على مسرح وقدام الكاميرات والأضواء هذه. والصراحة أنا ما توقعت يعني هذا الفوز، لأني أنا بين نجوم، بين يعني نجوم في السوشيال ميديا، والحمد لله والله وقفوا معاي شباب وجمهور ووقفة يعني ما كنت أتوقعها. لابد من أسبوع التصويت الواحد تتعب نفسيته، بس عقب الفوز تزيد عنده الثقة في النجومية من فضل الجمهور، الحمد لله. أنا شاهدت الحلقة، يعني شاهدتها علشان استفيد في الحلقات الجاية، شاهدت آراء اللجنة شو كانوا ينصحون فيه، وخذنا النصيحة وبنطبقها إن شاء الله. الرسالة اللي وجهها للجمهور: بيض الله وجوهكم جميع، ما قصرتوا في التصويت، ولو شو أقول وأشكر ما وفي في حقكم شيء، وانتظروا منا الأفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يمسيكم بالخير. يقول: كلما غنت حما ومحل خضر الجريد أتذكر غصيتين في السنين الماضية، كن في صدري شظايا من أطراف الحديد، وكن في كفي من النار جمره لضيا، من تصدى لو الزمان والزمر وسحينيد، مثل من حز ومت ونهم حازم فضيا، دورت علي مدى ويملها بواس شديد، مريت تزعل علينا ومرة ورضيا. سؤال: صح صوتك يا أبو زايد، ولجنة التحكيم أكيد الكلمة لكم، والبداية مع دكتور حمود، تفضل. صح صوتك يا أبو زايد. صح بإذنك يا أبي. أطلب منك قبل المنكوس، قبل التقييم، صوت. تفضل. الصوت راح. ما فيه. ما في مرة نقصان على نقصان مرة أبد. كلها. أبو زايد، أول شيء اليوم يمكن أنت أول من يجيد اللحن خلال الدخول. كان في البيت الأول تحركك جميل، يعني فيه ثقة، فيه أحمد، فيه اليوم ثقة ثابتة والكلام وماشي صح. البيت الثاني ماشي صح إلى ما قبل الشطر الأخير، سويت مدين وهم ممكن تحرك، يعني مع أن حنا نحذر دائما أن المدود ودك على أساس لا ترهق المؤدي، مدين والباقي لا تخلو من الإحساس. إلى البيت الثالث أحمد تغير، من تصدى الزمن هني أنت ارتباك واضح باللحن، ارتبكت، ضيعت اللحن، ضيعت في هدوء، صار وقفة ردة مرة ثانية أحمد. البيت الثالث
اللحن المفصل النصي نسيته، ما أديته. بالرابع ما أديته، طبعا الرابع الشطرين بديت أحمد، يعني أنا قاعد أقول لك اليوم غنيت أنت بطول نفس، قوة صوت، إحساس بالبيت الأول اللحن، لكن بدأت تفقد مع البيت الثاني والثالث. أنا قاعد أشوف في ملاحظات بالنص ارتباك. أحمد ما يمنع أنك كنت جميل يعني في بعض الأمور اليوم، لكن أنا توقعت مثل ما أعرف أحمد أنه يقدم لنا شيء أفضل من هذا. صح صوتك مرة ثانية أحمد. صح بدنا. شكرا لك دكتور حمود، والكلمة لك أستاذ شاير. مرحبا يا أحمد. مرحبا بك يا أبو. الله يعطيك العافية. ليش ما تبغى تغني؟ صوتي خلاص. طيب. قده قفى. الله يعطيك العافية يا أبو زايد. طبعا اللحن اليوم يمكن الوحيد اللي جابه إلى الآن. إلى الآن أحمد جابه وجبته كويس، وعجبني صراحة أنك أديته. غالبا المنكوس يكون فيه وقفتين في بدايته ومد في آخره. بعطيك مثال، دورة الأيام دايم لها بأس شديد، دورة تا فيها مد وقفة، قصدي الأيام دايم وقفة على الميم، دورة تا التاء لا يا مدى هنا على الألف مد بعد الدال، وبعدين سلسة إلى نهاية المد الأخير. أنت أبو زايد في شيء مديته، في شيء سجلت فيه، في شيء قصرت فيه، فما كان الأداء بالانضباطية اللي المفروض أنها تكون فيها. صوتك ممتاز، رغم أنك تقول اليوم صوتك مرهق، لكن أشوف الآن الواصل ممتاز، ما عندك أي مشكلة. صوتك، النفس، الأمور الباقية كلها كويسة، فقط الانضباطية، والانضباطية أساسية من أساسيات الأداء السليم في المنكوس. أتمنى أنك تسمع الأداء بعد الحلقة وتشوف وين كان الاستعجال، وحاول تمد الاستعجال، كان فيه حدود المفروض أنك توقف عندها أنت استعجلت فيها. تبقى بالأسماء الجميلة يا أبو زايد. تسلم، بيض الله وياك يا أبو. وإن شاء الله بإذن الله يكون لك معنا حظ أوفر بإذن الله، وتدخل معنا في المرحلة القادمة بإذن الله، ونشوفك يا أبو زايد. يعطيك العافية. بإذن الله، الله يعافيك يا أبو زايد. شكرا لك أستاذ محمد، الكلمة لك. صح صوتك يا أبو زايد. صح بدنك يا أبو زايد. أعجبتني صراحة ثقتك في نفسك، صراحة ثقتك وأدائك كان طيب، صوتك جميل مثل ما قالوا الأخوان، قدموا ملاحظاتهم، ما عندي شيء أكثر منها. عدم الانضباطية من البيت الثالث والرابع هذه ترجع إلى إرهاق، أحس أنك مرهق شوي صوتك. إي بالله. بعد البيت الثالث حصل فيه تعب، ولكن لا يخفي حضورك الجميل، وأنت يا أحمد من الأسماء الإماراتية الواعدة اللي من مكاسب البرنامج. بيض الله وجهك. أتمنى لك التوفيق أبو زايد. آمين، إن شاء الله يوفقك الجميع. كل الشكر لكم لجنتنا وملاحظاتكم اللي تثري المنافسة بين المتسابقين، وفالك التوفيق إن شاء الله. آمين إن شاء الله. مشاهدينا عشاق المنكوس وين ما كنتوا، ملامح قصة الليلة تكتمل بجمال تواصلكم وتفاعلكم عبر حسابات البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا تقدرون تتابعون الحلقة بشكل مباشر عن طريق تطبيق المنكوس. رحلتنا مستمرة، لكن بعد الفاصل صوتك من صوت أجدادك. الملهمة دار الثقافة والإنجاز، نحييكم من جديد مع ختام المرحلة الثانية من منافسات المنكوس في موسم الثاني مباشرة على الهواء عبر قناة الإمارات وقناة بينونة. رابع نجوم الليلة بصوته يرسم الكلمات وبألحانه يلون معانيها وصل لهذه المرحلة بقرار لجنة التحكيم، والليلة شعاره الإصرار. من الكويت سعود سالم الطينان. اسم سعود سالم بن طينان الهاجري. الشعور عند دخول المسرح في ظل الضغوطات، الفلاشات والكيامر والوقوف على المسرح، لابد فيه من نوع من الربكة، لكن الحمد لله تجاوزناها وعدت الأمور إن شاء الله على خير. الشعور عن طريق تأهيلي عن طريق اللجنة، نحمد الله أولاً
ونقول الله يبيض وجيههم ويجزاهم عنا كل خير، وأقول الحمد لله أني رضيت كل من يتابع سعود بسالم الطينان، واللهم لك الحمد دائما وأبدا. الردود بعد إعلان النتيجة الحمد لله ردود طيبة، وردود تعطيك دافع معنوي بكل ما تعنيه الكلمة، لا من والدين الله يحفظهم ويطول عمارهم، ولا من الإخوان وأبناء العمومة وكل محب وكل طيب. أول ما خرجت عن المسرح عدت الحلقة وشفتها، لابد فيه من نوع من الأخطاء، لكن إن شاء الله بإذن الله أنت فاداها وتكون الأحسن، إن كان الله كتب نصيب وتوفيق، وبإذن الله نرضي الله ثم خلقه. الرسالة اللي أحب أقدمها لكل من يتابع سعود وجمهوره، إن الله يوفقنا إن شاء الله وياهم بما يحب ويرضى، وإن شاء الله نقدم اللي علينا، نرضيهم إن شاء الله بكل علم طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسا عليكم بالخير جميع. قبل المشاركة عندي قصيدة، يقول: سلام يا محمد زبون المهمات، يا النايد الشامخ على كل نايد، تفخر بك الدولة وشعب الإمارات، تطري عليهم في الرخاء والشدايد، وإخوانك عضودك نهار الملمات، وقفاتهم يوم الشدايد عوايد، وقد قال واللي خلف عيال ما مات زايد، وانتو عيال زايد. سلامتك. بسم الله. ويجو ديلع يا لدي تفي باقع يا لطلع، شاكي لألواني تغيبت من واقع حياتي وانا لازال على قيد شاقويت في قلبين خوافيها ما تنقال، وتذريت من عينين تبي بوحى وجدان، وشكوى لا غير الله عيبا على الرجال، خصوصا يا من صار طيب ولشان. صح صوتك يا سعود. توقع الليلة بتخطف أيضا بطاقة اللجنة. نبتدي مع الأستاذ شايع، تفضل. سعود يعطيك العافية. الله يعافيك يا أبو هارس. سعود سم، أنا أشكرك صراحة يا سعود بكل ما تعنيه كلمة شكر. الله يطول عمرك. لعدة أسباب. أولا سم، بديت بقصيدة وتوقعت انك بتضيع اللحن. الله يرحمك. أعلمك بالصراحة. الله يطول عمرك أبو ولكن هارس. فاجأتي انك رجعت على اللحن وطبقته بكل اقتدار. ثاني الطبقة اللي دخلت عليها طبقة تناسب صوتك وممتازة، كنت مالي المساحات كل أبوها وانضباطية اللحن من أوله لآخر. الحمد لله أمتعتنا. احنا نستمتع جدا إذا جاء المتسابق وأدى الأداء اللي احنا نبغاه، لأن لحق المتسابق أنه يطلب الناس يسمعوننا. الله يطول عمرك. ثالثا
أنا عبت عليك في الحلقة الأولى والدخول الأول في المرحلة الأولى أنك كنت مستعجل. اليوم لاحظت أنك استفدت من الجانب هذا اللي أشرنا له، أديت أدائك بكل ثقة، أداء يطول عمره متجرد من الضغوطات ومن المؤثرات الخارجية، وتفرغت الأداء. ما نجلم بعدك أبو واحد، تعلم منك. وأتكلم عني وعن إخواني، والله إحنا نستمتع إذا كان في شخص أدى الأداء اللي يستاهل، ويحس في خطرنا. يعني شخص يطول عمره يجي على لحن مثل اللحن هذا، ترى هذا لحن دارج ومعروف وكل عارف، ولا فيه من الصعوبة الشيء الكبير على أساس الناس يتعثروا فيه، لكن يختلف الشخص اللي عنده التزام في أنه يحضر حضور مشرف ويتعب على نفسه ويتمرن، وحتى النوم وحتى الممارسات اليومية اللي مارسها الشخص لها تأثير في أداء الشخص خلال البرنامج. يعطيك العافية أبو سالم. الله يطول عمرك. الله يعطيك العافية. الله يرحمه ويديك. طول عمرك. شكرا لك أستاذ شايع. الكلمة لك أستاذ محمد. صح لسانك يا سعود. صح بدنك. طول عمرك. يستاهل أبو خالد، الله يطول عمرك. والله اللي يستاهل وقل ما نقدمه. وصح صوتك. صح بدنك يا أبو حمد. سعود، هل تعلم كم المدة اللي انتظرتها من الحلقة الأولى إلى الحلقة؟ لا والله ما هي بسيطة. شهر تقريبا. شهر. نعم. أنا أقول أنك استفدت من هذه الفترة. الحمد لله. متابعة إخوانك المشاركين والأخذ بعين الاعتبار في التقييم والأداء. فأنت الليلة يا أبو سالم أديت اللحن وجمال الصوت. الحمد لله. الله يطول عمرك يا أبو حمد. جمالية الصوت ما نختلف عليها. الله يطول. مثل ما قال أبو فارس، اخترت الطبقة اللي تناسب صوتك. الحمد لله. اختيارك للنص كان موفق، لأن القافية لها دور. نعم. أتمنى لك التوفيق أبو سالم. الله يطول عمرك يا أبو حمد. ودنا نطلب منك شيء إذا محضر شيء. ودنا نطلب منك شيء إذا محضر شيء. أبشر. يقول اتلو مواقتك ولا تلام يا اللي تلوم، الوقت سيف علينا شلته سلها، لو يشبع البطن زاد وتشبع العين نوم، ما تشبع النفس والعليا تخيل لها. طيب طيب. بالعافية. شكرا لك الأستاذ محمد، والكلمة لك دكتور حمود. سعود، أول شيء صح لسانك. الله يطول عمرك. ويستاهل أبو خالد الأبيات الجميلة اللي قلتها. ثانيا صح صوتك. الله يرحم والديك. اليوم سعود اول واحد اعطيه الخمس نقاط انا. الله يبيض وجهك يا ابو مشاع. سعود، تمكنت من اللحن الحمد لله. لو مديت في غير محله شغله بسيطه ولكن ما خرج عن الاطار العام للحن. كلام تعلم منك الله. في البيت الثاني لاحظت صوتك راح ورد بسبب عدم الحف لما بين الميكروفون وبين الورقة. لاحظت هذه النقطة. الصوت راح، لكن تحركك كان جميل في داخل الجمل. الله يطول عمرك. يعني داخل الجمل الشعرية كان تحركك جميل. لاحظت ملء الفراغ ما بين الصوت واللحن. أحيانا تجد أحد المؤدين يؤدي ولكن تحس أن الصوت مختلف عن اللحن، في فراغ بينهم. أنت اليوم صوتك ملأ صراحة الفراغ ما بين اللحن والصوت. هذه النقاط. السعود وفى وكفى اليوم ربعي، وصراحة أنت اليوم كنت الأجمل وأطرفتنا. الله يعطيك العافية. كل الشكر لكم لجلتنا الكريمة وملاحظاتكم اللي تدعم مشوار النجوم، ويفالك التوفيق إن شاء الله يا سعود. خامس نجوم الليلة، بصوته يغرس عذب القوافي ويسقيها من شج ويسقيها شجن وأنغام وألوان. تواجده في هذه المرحلة بقرار لجنة التحكيم، والليلة شعاره الإبداع. من السعودية عبد الله فهد الصخابرة. عبد الله فهد الصخابرة الدوسري من المملكة العربية السعودية. إحساسي أثناء دخولي للمسرح كان يعني فيه نوع من التحدي بيني وبين نفسي، وكان شعور جميل جدا. هذا الشعور صراحة ما يوصف، وكان عندي ثقة تامة أني إن شاء الله بأدي الأداء اللي يأهلني لذهبي، والحمد لله توفقت وكنت يعني على قد الثقة اللي أعطيتها نفسي.
ردود الفعل كلها كانت إيجابية وكانت فرحة يعني ما توصف، وكانوا يعني بالمنطق الواحد يشكرون اللجنة على اختياراتها الموفقة في قراراتها صراحة. طبعا أنا بعد ما خلصت الحلقة المباشرة وخذيت الراحة التامة رجعت إلى الحلقة كاملة واستمعت للآراء اللجنة ومشاركتي ومشاركة زملائي، واستفدت يعني أشياء كثيرة يعني، وإن شاء الله أني أتلافاها مستقبلا. أضواء الشهرة تعني لي الشيء الكثير، منها أنك تتعرف على الناس الطيبة وتعرف على الناس اللي فيهم خير، ولها إيجابيات وما ودي أقول لها سلبيات ولكن إيجابيتها أكثر. أحب أقول لجمهوري أنتوا وراء كل نجاح يتحقق بإذن الله، ودعمكم وتواجدكم هو أكبر دافع معنوي، وبإذن الله أصل أنا وأنتوا إلى طموحنا اللي بعيد إن شاء الله. السلام عليكم، مسي على اللجنة بالخير وعلى المشاهدين خلف الشاشات، الله يوفقنا التوفيق الطيب، صلوا على النبي. سرى الليلة ونوى الهوى جيس في مسرى، أطالع جوما غربت عقب مطلعها، أسامرين جوما وعود على الذكرى القديمة ورجعها، تنحت بي علي ملين قلعت مرسايا، والأيام تفرقا وامنا، ترى القلب معك وداع لا تضيعها. سلامتك. صح صوتك يا عبد الله، والكلمة أكيد لجنة التحكيم. أستاذ محمد، وش رأيك في أداء عبد الله الليلة؟ صح صوتك يا أبو فهد. صح بدنك أبو حمد. صح الله لسانه محمد مبارك. صح بدنك. أشكرك على هذه الذائقة الطيبة. الله يطيب فالك عبد الله. مثل ما قلت لأخوانك اللي قدامك، أنت أتقنت اللحن ولكن أنا أعطيه بعد نسبة كبيرة، ولكن صعب أن الواحد يجيبه 100%، ولكن حضورك المتميز وجمال الصوت وتفاعلك اللي يدل على تمكنك من حضورك الرائع صراحه. عبد الله، الصوت ما نختلف عليه، صوتك جميل وادائك اجمل.
واللحن كان طيب. فأنت من الأسماء المميزة وتبقى مميز إن شاء الله معنا إن شاء الله. أنت من لك التوفيق أبو فهد. شكرا لك أستاذ محمد. دكتور حمود الكلملك. صح إحساسك يا أبو فهد. صح بدنك. الجميل طبعا ما قدمت اليوم، لكن قبل التقييم نسمع أبشر. شنو يقدم لنا أبو فهد؟ أبشر. حل الفراق وخاطري منك ما طاب، وانا طريح الحب لا اخذ ولا اجيب. ساتر يا ساتر. امس وهم ما دونهم ستر وحجاب، واليوم دون ديارهم يقنب الذيب. صح احساسك، صح صوتك يا ابو فهد. طبعا ابو فهد انا اليوم الدخول الثاني ما شاء الله يعني من السعود لابو فهد، بالاقصر بالاخوياكم اللي قبلكم، لكن اليوم الظاهر بدانا ندخل بالجمال اكثر. عبد الله، تمكنك من مفاصل اللحن وتحركك بين تنقلك بين الجمل الشعريه وانت قاعد تؤدي الجمل اللحنيه عفوا كان جدا جميل. يعني انا قلت لك من المره اللي فاتت لما نطلب منك شيء كنت تعطينا شيء ولكن تخبي شيء اكبر. صحيح. وقلت لك الكلام هذا. الاداء كان ثابت لكن الا في مواضع قليله كان صار في تحرك، يعني في تحرك. احساس عبد الله يعني كان جميل اليوم، وصراحه انا ما عندي اكثر تعليقات، لكن نتمنى من هذا وزود يا عبد الله دائما. الله يوفقك ان شاء الله. صح صوتك مره ثانيه. شكرا لك الدكتور حمود، والكلمه لك ابو فارس. عبد الله الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ابو فارس. صراحه عندي كان ملاحظات وايد، بس عقب ما سمعت اللحن الثاني ضيعتها كلها، ما بقى الا ملاحظه واحده. هذا امرك الساعات. الملاحظه الوحيده عبد الله اللي تابعتها لاحظتها يعني عليك في البيتين الاوله كان دخول سريع. وبتسمعها وابتدي انها كانت سريعه، وانضبطت في البيت الثالث والرابع، استقام اللحن عندك وصار مضبوط مره واحده. الحمد لله. عبد الله انا يعني اذا لمست الابداع في اي اداء من اداءاتك يمكن اعتبره طبيعي، لانك رجال مثل ما قلت سبق انك يعني وقفت على المسارح وعندك خلفيه وعندك ثقه في نفسك وعارف وش تقدم. الصوت جميل، الاحساس جميل، ثقتك في نفسك ممتازه جدا جدا جدا، وانعكست على ادائك بشكل عام. الله يجمل حالك ابو وارث. اطلبتني عبد الله بكل ما تعنيه الكلمه. الله يطول عمرك. وانا والله مثل ما قلت قبل شوي اني استمتع فعلا اذا كان في شخص ادى اداء يليق يعني بالبرنامج هذا وبالناس اللي يتابعونه. الملاحظه البسيطه فقط بالبيتين الاولى، وتستدركها ان شاء الله، وباذن الله ان كل يوم يكون افضل من اللي قبله. يعطيك العافيه ابو فهد. الله يعافيك. شاكر ومقدر لك. الله يطول عمرك. شكرا لك ابو فارس. تفضل استاذ محمد. ابو فهد عندي نصيحه لك ولاخوانك الباقيين. سم. انا اشوف يعني اكثر الاخوان اللي شاركوا الليله اعتقد ما تمرنوا على اللحن واجد. والله ما قصرنا، لكن عاد عامل التوفيق هو الاهم من كل شيء. التوفيق ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى، وانت حضوركم طيب، لكن تمرنوا على اللحن. الحين المرحله القادمه خلاص الربع النهائي. الحين مثل ما قال ابو فارس استكت الكتوف الحين. عز الله كلامك. كلنا نشد حيله ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق. على خشمي ابو حمد. شكرا لكم لجنتنا الكريمة، وبالتوفيق إن شاء الله يا عبد الله. آخر نجوم رحلة الليلة، صوته يعكس أصالة بيئته ومنطوق الأولين، يتواجد معنا في هذه المرحلة بتصويت الجمهور، والليلة شعاره الحلم. ناصر هادي المنصوري من الإمارات. كان إحساس دخول المسرح رهيب جدا، يعتليه ويعتريه شيء من الرهبة وشيء من لأني على الأضواء والناس يعني هاقين فيني، وإن شاء الله أني قدمت اللي يرضيهم ويسعدهم. والله أنا إذا الله وفقني وأحيانا لين يوم الطلوع على المسرح بإذن الله أني أقدم اللي يرضي الجمهور ويرضي محبين ناصر ويرضي متابعين ناصر، لأن هذا الجمهور يستاهل أني أقدم الكثير علشان اللي دعم ناصر واللي صوت الناصر.
والله اللهم لك الحمد، كانت ردود الفعل يعني طمنا بالخير وفرحة كبيرة وعارمة في الأهل والأصدقاء، حتى الوالدة الله يعطيها العافية اتصلت يوم التأهيل بعد التأهيل بدقيقة، يعني بعد ما طلعنا من المسرح واتصلت وهي تبكي، وهذا الاتصال كان يعني سوى عندي شيء كبير صراحة. طبعا المشاركة الأولى شاهدت الحلقة أكثر من مرة لتفادي الملاحظات اللي قالتها اللجنة على ناصر، فإن شاء الله أنا نتميز في أداء المنكوس بعد تقييم هاللجنة وبعد الملاحظات البناءة اللي صراحة أعطتنا شيء كبير صراحة في مجال المنكوس. أحب أوصل لجمهوري تابعوني في الحلقة الجاية هو بإذن الله أني أحوز على رضاكم بالأداء اللي تستحقون أني أأديه في مسرح شطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأمسي على اللجنة الموقرة وأمسي على الجماهير من خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. ألا وهيني اللي رقد واهتانا بالنوم وانا مالي فعيني ما نام انت غضيبه غدا الجوف لكنه معارك صيد ومهجوم هواجي سيتك بالباح عظيمه ويتك في وسويت مثل مضايع الطير حزت حوم ولو شاحب التلواح ويصيح ما يجيبه أنا من فراق الخيل كأني قبيض القوم غدا الحال مثل الشيل ولن وعديت وميبا سؤال. صح صوتك يا ناصر، تتوقع أنك أسعدت لجنة التحكيم بأدائك الليلة؟ والله إن شاء الله مدحتهم في التقرير وإن شاء الله هم بيمدحوني ذا الحين بإذن الله. البداية مع دكتور حمود، تفضل. صح صوتك يا ناصر. صح الله بدنك مدحك ربك إن شاء الله قبلنا بإذن الله. الله يعزك طول عمرك ناصر. طبعا أول نقطة وهي نقطة محورية وركيزة أساسية، اللحن اليوم خرجت فيه مرة واحدة، ما أقول لك نسبة 20 و30، لا خرجت عن اللحن المنكوس يا ناصر. أنا ماني عارف أنت مع أنك لاعب منكوس أعرفك عدل يعني، لكن اللحن ما كنت موفق فيه ناصر بالنفس. أنا ما أدري توقفت أكثر، ألا وهني اللي رقد وقفت واهتنى وقف. أحيانا يقف المؤدي في نوع من الارتكازة عكاز يقف عليه بدون انقطاع النفس، لكن اليوم ناصر لاحظت وقفة وقفتين ثلاث يعني في أكثر من مكان. تجي ناصر يعني صوتك جميل اليوم قاعد تأدي، ولكن أدائك الجميل باللحن اللي غير المطلوب. أنا من فراق الخل حتى في اللحن الغير المطلوب أصبح فيه ارتباك واضح.
بس ما تنفست يا دكتور. ثواني ها؟ ما تنفست ترى في الوقفات، وقفات جمالية فقط. أنا مو أحياناً المنكوس من ميزته هو المدود وعدم انقطاع النفس، هو طويل النفس هو الذي يصل إلى، هو سباق نفس ترى، هو سباق. لذلك لما تجد كل ما يمد الإنسان المدود المد المفصلي والمد النهائي ولا زال غير متوقف، هذه درجة. لكن لما تقف أنت هني، أنا قلت لك أحياناً في وقفة كالعكاز أقف عليها ولكن النفس لا ينقطع. أنا لاحظت أكثر من وقفة وقفها ناصر. ناصر صوتك جميل، طريقة أدائك جميلة، لكن أنا قاعد شفت الملاحظات. أتمنى يا ناصر التدريب على اللحن، قلنا مرة ومرتين وثلاث، يعني اللحن اليوم ما كان هو اللحن المطلوب، يعني شيء واضح. يمكن راح تشوف يمكن كلام اللجنة راح إذا لهم نظرة ثانية، أنا وجهة نظري قاعد أقيمها. الشغلة الثانية نتمنى الملاحظات هذه يا ناصر أنكم تأخذون. أنت مساء قلت أخذ بالتقرير، قاعد أسمعك تقول مدحتكم يا دكتور، مدحتنا ومدحك ربعك، قلت لك تكفي دكتور اي والله. فقلت لك تاخذ، قلت انا اخذت ملاحظات اللجنه، لكن انا صراحه ما شفت ما سمعته بالتقرير بشكل تام، فكان في جزء اخذته. ما يمنع ناصر صوتك حلو وادائك باللحن اللي جبته جميل، لكن انا اللي كنت ابيه ما وجدته اليوم، وصح احساسك مره ثانيه ناصر. شكرا لك دكتور حمود. استاذ شايع، هل تتفق مع دكتور حمود انه ناصر ما اتقن اللحن والله الليله؟ والله هدى ناصر كتفني قبل اتكلم، لكن باجيب حيله ثانيه. عطنا شيء نسمعه يا ابو هادي. ابشر. عطنا شيء يطربنا. من كلمات المغفور للشيخ زايد من سلطان الله يتجاوز عنه. مشغوب منكم مشغل النية السولة عياري شالعين، ما حدنا غيرك فتني في الخود يا سيد المزايين، نظرات عينك صوبني بالحاضن واصطبت في الحين، فالحاضن واصطبت في الحين. صح لسانك، صح صوتك، الله يتجاوز عن الشيخ زايد يغفر له ويرحمه. ما عاد يبقى شيء يا ابو هادي، خلاص كتفت عند ابو حمد. الحمد لله تكفي ابو حمد. شكرا لك، تفضل استاذ محمد. يا مرحبا يا ابو هادي. الله يحييك ابو حمد يطول عمرك. تمدحنا وحنا نمدحك في علوم الطيبه كلها. الله يعزك يطول عمرك. لا انا امدحكم في التقرير، وامس اتابع محاورتك ساعه كامله. زين زين. اي والله. خلاص هذه بنعطيك عليها درجه. انت من شايك. بنعطيك عليها درجه اضافيه ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. ابو هادي صوتك جميل، لكن انت في مسابقه. مسابقه طال عمرك، والمشاركه والتقييم يعتمد على لحن من اللجنه. واللحن هذا يجب على المشارك انه يتقن اللحن. فإذا ما أتقن اللحن يعني 100% يتقنه 70%، ويكون جمال الصوت له دور وقوة الصوت. أنت صوتك يا ناصر جميل جدا. الله يعزك طال عمرك. وأدائك طيب، وحضورك صراحة ممتع. الله يطول. ولكن ما ودي أزيد على ما قال أبو مساعد. اللحن فيه انفلات منك في اللحن، ولما ترجع للتقرير إن شاء الله بتشوف إن شاء الله الانفلات اللي في اللحن وعدم انضباطية. لكن أتمنى منك ومن إخوانك كلهم تمرين على اللحن. فأنا يعني من اليوم بقول لأبو فارس يعطيكم اللحن بدري، على أساس أنكم يعني تمرون كلكم على اللحن فترة طويلة، ولا عاد يكون لأي شخص عذر. لأن خلاص الحين ربع نهائي جايكم، وبعديه الحلقة اللي قبل النهائي والنهائي. فأتمنى لك التوفيق يا ناصر. وياك أبو حمد، الله يطول عمرك أبو حمد. شكرا. كل الشكر لكم لجتنا والأراءكم اللي تدعم المشتركين، وفالك التوفيق إن شاء الله يا ناصر. تابعنا النجوم الستة في الظهور الأول من مسار رحلة الليلة. تستمر أصوات النجوم وأحلامهم في صياغة الألق على مسرح شاطئ الراحة، وتستمر تعليقاتكم وآرائكم عبر حسابات البرنامج على تويتر، الفيسبوك والإنستغرام الظاهرة على الشاشة. منافسة قوية وإثارة من نوع آخر تنتظر نجومنا، وزاوية من الأصالة مع ضيفنا الشاعر وعازف الربابة حسن بن مساعد اللي بينور المسرح. كل هذا بعد الفاصل، خلوا عيونكم على نجومكم.
شاد صونه والورق حتى وافت علي لضيف الأمسية الشاعر وعازف الربابة حسن بن مساعد على حضوره المميز. أمسيات المنكوس تعطرها علوم أجدادنا، مواقفهم وقصصهم مع لحن المنكوس، وفي كل قصة حكمة تعزز أهمية تواصل الأجيال مع الموروث. والليلة بيرافقنا الراوي سالم بن ملهي المزروعي في سيرة المنكوس. شد ونا وجل وكل ملوقه ولجت مواضيعهم عنده
منكوس عند الباديه، وهل الباديه يتناقلونه من يعني عرب لين عرب، من جيل لين جيل، والمنكوس يغني الواحد يعني يوم يتضايق غنى وفرج عليه شوي، ولا يعني يغني عند جماعه، ولا يلقى له واحد بعد يغني ويغنيه وياه. والعرب الاوليين الباديه يوم يجون هل المنكوس قالوا خلوه يجون يغنون، وهم يعرفون يغنون المنكوس، لكن هم يغنون السلو. بعد هذاك اللي ما يعرف المنكوس يريح ارتاح يعني يوم يسمع صوت المنكوس، ولو هو ما يعرف يغني منكوس. لا شك يا لوين حيا علينا وضج الروقه. احنا كنا مع اهلنا من زمان، انا صغير، وكنا في الرمله الصحراء هاي الغربيه، وجانا واحد من جماعتنا شباب يوم يلس على كذا على تاكية، قال هذه يقول لك الونه اللي يونها قبل منكوس، ترى يعني الرجال متهيض وذاكر عليه طاري عليه شيء. لفيت لم ويرد وويد نزام انزل يهمع فاي. لفيت الامويرد، الامويرد الماء، فيت الأمير دوين ذا منزله مع فاي، يعني قد شدوا العرب قد راحوا. وخبرنا عن قصته، يعني أن ريالنا يبقى عند الفريق هذاك ولا عاد لقيه وراح، والعرب شدوا. أنا عرفنا يوم غنى المنكوس، نحن عرفنا نجومنا الستة في هذه اللحظات مستعدين لتقديم لوحة إبداعية تلتقي فيها أصواتهم بأرقى الكلمات وأدفل الألحان. تفضلوا، المسرح لكم، وجروا الصوت على المنكوس. حنين الخلو جاي هيا ضيق البيا غلاح، عدوك يا صادف هلا انفرق على شعتني شعاع الله، وانا قبلها مرتاح، وانا خبر سلم المحبين ذا المرة. استحي من ضحكتي لا تمر وتمر
دروب الحياة بيوت طينا والكلام يسكر الباب ولا يفتح سترنا الرخا حتى نسى الرجل عذروبا وجد مسجون وراء الباب والخصم حدا صدير حكمه ولا ما بقى السيف والسيف ما منه نجا صحة أصواتكم نجومنا وفالكم التوفيق إن شاء الله. نجوم رحلة الليلة قدموا مشاركاتهم أمام اللجنة اللي تستعد للتشاور واحتساب الدرجات واتخاذ القرار الحاسم في اختيار اثنين منهم للانتقال إلى مرحلة الربع النهائي من المنافسة. ما زال في حكاية المنكوس الكثير من المتعة والإثارة
بنشهدها في الجزء الأخير من مضمار التحدي، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. رجعنا لكم في الجزء الأخير من رحلة الليلة مباشرة على الهواء عبر قناة الإمارات وقناة بينونة. دقائق تفصلنا عن معرفة اسم المتأهلين لمحطة الربع النهائي من منافسات المنكوس في موسمه الثاني. اللقب غالي لأنه الأول والأضخم في فن المنكوس. التميز حاضر، لكن الكلمة الأخيرة اللجنة التحكيم اللي بتقدم بطاقة التأهيل لاثنين فقط من النجوم الستة. لكن قبلها خلونا نستذكر بعض اللحظات من مشاركاتهم. تهيضنا يا الورقة إلى من بدأت بالنوح، خذتنا الحسايف ليه ما قلت له وش في كل ما غنت حما ومحال خضر الجريد وجود يلح يا لديت في باقي يا سرى الليل وانا ويل هوى جيس في مسرايا ألا واهيني اللي رقد واهتانا بالنور. أحبة المنكوس، نجوم الليلة والجماهير في كل مكان ينتظرون هذه اللحظة المصيرية، وهي لحظة الكشف عن أسماء المتأهلين بقرار لجنة التحكيم للخطوة الجاية من المنافسة. منهم النجوم اللي بيحجزون أماكنهم في قائمة الثمانية من رحلة الربع النهائي. هم قدموا اللي عليهم وصافحوا قلوبنا بأصواتهم، لكن اثنين منهم بينالون بطاقات التأهيل من اللجنة وبيرتاحون من الانتظار طوال الأسبوع. المتأهل الأول من رحلة الليلة واللي بيستمر صوته يحلق في فضاءات المنكوس وعلى ضفاف عاصمة الأماني، وبتقترب خطواته من اللقب الحلم فارس المنكوس. المتأهل الأول الليلة هو سعود سالم الطينان من الكويت. ألف مبروك وفالك النهائي إن شاء الله. اسم آخر بيرافق زميلة لقائمة الثمانية في مرحلة الربع النهائي وبيضوي صوته قلوب جماهيره في كل مكان، ويستمر في مشوار التنافس على بيرق المنكوس. اللحظات صعبة والقرار مصيري والنتيجة وصلت. ثاني المتأهلين من ثاني أمسيات المرحلة الثانية بقرار لجنة التحكيم هو عبد الله فهد الصخابرة من السعودية. ألف ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله في الخطوة الجاية. ونتابع معاكم على الشاشة الدرجات اللي قدمتها لجنة التحكيم لنجوم الليلة. حصل سعود سالم الطينان على 48 من 50. حصل عبد الله فهد الصخابرة على 47 من 50. وحصل سعود بن جابر الجوزة على 46 من 50. أما أحمد زايد أبو حميد المزروعي من الإمارات حصل على 45 من 50. سالم ناصر السالم من الكويت حصل على 44 من 50.
وناصر هادي المنصوري من الإمارات حصل على 44 من 50. إذن مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، 6 من المقاعد تم حجزها في الربع النهائي حتى هذه اللحظة، وباقي مقعدين بيحجزهم المتأهلين من نجوم الليلة بدعمكم وتصويتكم عبر آلية التصويت التالية. للتصويت لنجومكم المفضلين في برنامج المنكوس للموسم الثاني، كل اللي عليكم زيارة الموقع الإلكتروني أو تحميل التطبيق الخاص بالمسابقة، وبعدها الدخول على قائمة المشاركين والضغط على صورة نجمكم المفضل ويرى الصوت على المنكوس. صوتوا لنجومكم المفضلين لاستمرار رحلة أصواتهم في مسيرة المنكوس حتى خط النهاية. سالم ناصر السالم من الكويت، سعود ابن جابر الجوزة من السعودية، أحمد زايد بحميد المزروعي من الإمارات، ناصر هادي المنصوري من الإمارات، وصلنا لختام رحلة الليلة. يتجدد لقائنا معكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد عبر قناتي الإمارات وبينونة مع 8 نجوم بيتنافسون في أمسية الربع النهائي من المنافسة، والبقاء فيها للأصوات الأعذب الأجمل والأقوى. ونلقاكم على خير إن شاء الله، وتصبحون على خير.